إذا صديقك المقرب سأل عن البيريود فكرت إني أنا أصير لا دينية أصلاً. I was unhappy. فهذا الشيء اللي صار معي، أنا تحملت شيء ما كان لازم إني أنا أتحمله، كان لازم أوقفه من الأول. أحكي على أكثر علاقة سمعت عديتي بها وكيفاش خرجت منها اللي هو الإكس اللي حكيت عليه. أنا مهما كنت بتعرفني فأنت ما بتعرف، كنت باش ندخل ونخرج في الحلة كما يقولوا. إذا فقدت عذريتك بالماضي وحان موعد الزواج من شخص جديد هل تخبرينه؟ فين الثقة بالنفس؟ عم جيبها ما عم بعرف، أنا نفسي ما عم بعرف. بيقول لي حطي له المينوت. على فكرة شربان البوليسي، بده يرقمني، بده ياخذ رقمي. أوه ماي جاد، الجرأة. اسم الشخص اللي دخلتي في علاقة معاه. شوفوا أنا ما بحب أقول أنا في أي مدينة حفاظا على خصوصيتي الصراحة. هل عندك علاقة حميمية؟ هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح تشوفوني هيك هاديه شوي لانه مرضانه ولكن اخذت دواء اثر شوي على معدتي، فشوي هيك عرفتوا I have a pale skin، تعبانة ما عم بقدر احكي منيح. ولكن كان في تو دو ليست تبع اليوم اني انا اصور لكم فيديو، فلازم اصور لكم فيديو. اول شيء اعذروني لانه فيديو تسليكي بحكم اني فقدت الانسبيريشن، فحبيت ارجع فيديو هيك خفيف على اليوتيوب عشان ارجع اصور لكم مرة ثانية. سو زي ما قريت في عنوان الفيديو، اليوم راح يكون اسئلة محرجة. كتبت على الانستغرام اسألوني اسئلة محرجة والحمد لله الجماعة ما قصروا معي يعني. الله اكبر، عم يذن، كمل اذان وبرجع احكي لكم. قبل ما نبلش فيديو اليوم حابه اني ادردش معكم واحكي، حاسه انه بدي افضفض واحكي لكم لانكم انتم جزء من هالشي. صار لي فتره بفكر، ممكن اكثر بمزح في موضوع جدي، صار لي فتره بفكر في اعتزال اليوتيوب. حكيت حتى في الموضوع مع ماما وهيك وناس مقربة مني كتير، فكلهم قالوا لي لا انتي بتحبي هالشي، انتي عم تعملي هالشي فقط لانه هواية ولانك بتحبيه بس مش عارفة، حاسة اني I'm done. في شعور غريب هون، انا اصلا ما بعرف السبب اللي عم يخليني افكر بهالطريقة، بس صرت بفكر بشكل رسمي اعتزال اليوتيوب. واحيانا بقول بعتزل كل السوشيال ميديا مش بس اليوتيوب، ما بعرف جيتني الفكرة انه انا بدي ارجع شخص ما بيستعمل السوشيال ميديا. بحس السوشيال ميديا اخذت كثير كثير من وقتي ومن طاقتي، فما بعرف. فلا تفكروا انه انا عم بحكي لكم هالشي او دراما او بدي مشاهدات، طبعا مش رح اقول اصلا هالشي في عنوان الفيديو، يعني زي ما شايفين انه اسم الفيديو شيء ثاني، بس حبيت افضفض لكم هالشي. ادعوا لي بالسلام الداخلي واني اعرف انا ليش عم حس هيك. ممكن لانه انا عم حط مجهود كبير في الفيديوهات تبعي، فعشان هيك طاقتي كثير متصلة اليوتيوب رغم اني انا ما بنزل كثير. ما بعرف ممكن هالسبب، ممكن انا بحتاج بريك، ما بعرف. خلينا نشوف الايام الجاية شو رح تقرر. وبس هيك بدكم فنجان قهوة كثير كبير لانه هالفيديو هذا اوه ماي جاد رح يكون كثير دسم ورح احكي فيه كثير اشياء واوضح حالي. يلا اليوم حرفين هو لكم. شوفوا لابسة لباس تقليدي تبع البيت، شعري هيك هايج عشان احسسكم كأنه انتو هيك جايين اصحابي عندي للبيت وجايين نسوي جلسة نميمة، بس على حالي جاي افضح حالي من الاخر. بتعرفوا في الفيديوهات الكيو ان اي السابقة احط لكم ميك اب وما بعرفش ايش وشكلي بجنن ورينج لايت واضاءة ولا غلطة، واليوم جايبت لكم في صالون وجبة، جبة ماما يليت هي كانت جبتي وقعدت لكم ونحكي معكم. انا زي الصديقة هذيك اللي بتعطيكم وجه السوق من الاول، انها بتدخل هيك وعقل ما بعرفش ايش وبعدين بتفوت. انا نفس الشيء بعد هذا الكيو ان اي تقريبا الثالث في القناة، سو انا ميرا المرموره الحلوه الاموره. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه واكتبوا لي تحت تعليقات، اعطوني انسبيريشن، اعطوني افكار فيديوهات بدي ارجع لليوتيوب. وبس هيك يلا نبلش بالفيديو. طبعا اخترت انا الاسئله اللي رح جاوب عليهم اليوم، يعني اخترت كذا شيء بس ما بعتقد انه انا رح جاوب على كل الاسئله. ف Let's get started. Yeah. Let's get started. بيام اسماعيل كثير بحبها هاي البنت من سوريا، واحدة من متابعاتي. أكثر شيء كان مزعج إلك بآخر نزلة إلك لتونس؟ أكثر شيء كان مزعج بالنسبة لي وما بعرف يعني كيف أنا تونسية المفروض، كنت فكرة إنه عنا حرية أكثر في تونس، و
بس طلع هالشي لا مش صح. كنت لما بنزل للشارع مثلا لازم دايما بخاف انه انا البس لباس معين مناسب للشارع عشان لا يتحرش بي قوليا، واحنا ما عندنا في تونس تحرش، تحرش بس في تحرش قولي عرفتوا. فهالشي كان جدا مزعج بالنسبة لي. وما بعرف انه في ناس بتلبس قصير عادي، بس انا لما بلبس قصير بحس انه انا بيصير لي هيك، مش عارفة ليش انا بيصير معي هيك. فحسيت انه هالشي قلل من حريتي، وبعتقد لهيك انا بحب الدول الغربية، مش لانه الناس ما بتطلع فيك، ما حدا اصلا حاسبك في الوجود، فهالشي بحبه. anyway هذا هو الشيء اللي ازعجني. كمان بتقولي احكي لنا عن شيء موقف محرج صار معك مع الدكاترة او المرضى باخر تدريب سريري اخذتيه او مع رفقة بحكم اختلاف البلدان. موقف محرج، اوكي هو مش موقف محرج، راح احكي لكم قصة صارت معي في قسم الطوارئ. يلا تجهزوا، دايما بيصير معي اكشن. اجا باشينت، فالباشينت هذا كريمينال، مجرم عرفتوا، مينوت. اول مرة بشوف مجرم في حياتي مينوت. او ماي جاد، الاصفاد الافصاد ما بعرف، هذيك اللي بيحطوها في اليد اكاديمية الشرطة. فالجرح كان صوروا له على الجرح تبعه وشافوا هل لي توندون تبعه ضربت او لا، صافا لي توندون. فاخذت انا، قلت للدكتورة انه بدي انا اخذ الباشينتات، فقعش بخيط له هيك، بيقول لي خيطي لي اكثر، المجرم هذا بيقول لي خيطي لي اكثر عشان في واحد هو ضربه فبده يشتكي على اللي ضربه، جرحه يستاهل فقط يعني 4 نقط يعني 4 غرز. فهو بيقول لي حط لي 7 وما بعرفش ايش، انا مطنشت وهو يعني كان سكران وريحه الخمره هيك طالعه منه ما بعرف شو. وصرت المشكله انه انا كنت خايفه منه، بعدين صرت بقول له بالله كيف انحبست، ليش انت جاي لهون، وكل شوي عم يبكي لي، بتعرفوا انه واحد سكران، وانا من دخل ماسكه الضحكه رح موت من الضحك، ما بعرف ليش، ما بعرف ليش. بس بعدين جايكم المشهد، استنوا. بعدين البوليسي اللي جايب يعني هذا الباشين، البوليسي اللي جايب المجرم هذا أسوأ من المجرم. ايش بيقول لي؟ بيقول لي حطي له المينوت. على فكرة شربان البوليسي، فقلت له شو انا محط له المينوت يعني، اي سيكيز ما احط له المينوت تبع شو هاي يعني، مش شغلي، اي ام دكتور، انا مش بوليسية عرفتوا، بوليسية بيقولوا anyway. فسمعت الريزيدنت او ماي جاد شخطت فيه، لما سمعت الناس بقوله هاي مش مهمتي يعني انا مش شغلي، فقلت له كيف بتقول هيك، حكيت له يا سيدي بنسيت كل فلفل، والله بردت لي على قلبي يا البنات. بعدين من حكي لحكي، فانا بحكي مع صديقتي قلت لها انه احنا كيف رح نروح يعني، كان عنا مناوبة وما بنقدر نطلع في اخر الليل لانه المنطقة هاي اوريدي طوارئ، وكان سامدي سواغ يعني يوم السبت باخر الليل هاي عنا يكون فيها سكرانين، البلطة كل انواع الكليب السوق بتونسي موجودين، كلهم موجودين على كل لون يا كديمة. فطبعا انا خايفة على حالي وصاحبتي نفس الشيء، فبنقول كيف رح نجيب هال يعني النمبر تبع تاكسي. بيتكلم البوليسي من هيك طبعا قبل قصة المينوت، شو بيقول؟ بيقول انا بعرف النمبر تبع تاكسي. فانا بقول لصاحبتي، انا وقتها بخيط يعني مركزة مع الخياطة تبعي، فبقولها بليز خذيه من عند البوليسي هاد. ايش بيصير؟ بيقولها لان انا مش عم بسمع اوكي، فقال لصاحبتي انه اعطيني الرقم، رقمي انا، بده يرقمني، بده ياخذ رقمي. او ماي جاد الجرأة تبعه. فصديقتي بتقول لي بعطيه، انا فكرت انها بتحكي على رقم التاكسي اللي راح يعطينا اياه، فقلت لها ايه ايه طبعا. وصاحبتي مطلع فيه مستغربة انه طبعا كيف طبعا. صار طبعا الموقف تبع الاصفاد، وراح البوليسي وراح المجرم وكل شيء. فجأة بلاقي النمبر عم يطلبني، بقول لصديقتي شو ماله هذا النمبر، انا معروفة مع اصحابي انه انا ما برد على اي رقم انا ما بعرفه، اصلا اصحابي نفسهم بيرسلوا لي رسالة بيقولوا لي انا الفلان الفلاني فردي عليه، انا ابدا ما برد على رقم ما بعرفه. فبتقول لي بلكي البوليسي اللي اخذ رقم. قلت لها البوليسي اللي اخذ رقم يعني شو عم بيصير؟ هلا لفهمت، بعدين فهمنا الاثنين بعض وانه انا قصدي هيك وهي فهمت هيك. فاللي صار اخونا ما بعرف انا شو فكرني حتى يرقمني، وبيتصل الوقع قليل الادب
والله العظيم والله العظيم 17 مره 17 مره، يعني بكنسل بيتصل بكنسل بيتصل بكنسل، في الاخر اعطيته ببلوك، شخطته ببلوك لخمسة الصبح. تخيلوا، طبعا انا قلت لكم في مناوبه لخمسة الصبح وهو يتصل. طبعا هو الاخ سكران، بيقول لك بنت حلوه وما بعرفش ايش و... يعني لكم ان تتخيلوا عقليه هذا المواطن. انا قلت لكم انه الاخ مش عادي، يعني هو بوليسي ولكن شكله تبع واحد مجرم اكثر من مجرمنا. طبعا عادت على خير، وكان هذا الموقف اني انا شي بتعلم منه اكون اكثر حذرا انا وصاحبتي في المناوبات في قسم الطوارئ، يعني حرفيا قسم الطوارئ قسم مخيف، والله يعين الدكاتره هناك حرفيا. بس قسم كمان فيه كثير كثير بوزيتيف انرجي وكثير طاقه وكثير حب. بس هذا هو الموقف اللي بتذكره، يعني مخيف مش محرج، مخيف. في شخص هلا قريت بقرا لكم اسم الشخص اللي دخلتي في علاقه معه واللي كانت في صدد الزواج سنه كذا كذا، وهل هو من الاقرباء؟ شو خاصك؟ فيك اكونت كمان يا عمري انا الحلو. يبطه صاحبي في الهبطه. Own your business, own your business, own your business. والله انا بنجح في الاوبرا. في سؤال من بعده من عند شاهي هاني، بتقول لي اولا بتبعك من مصر وبحبك جدا وبجد انتي قمر قوي واحلى دكتوره، ثانك يو يا عمري الحلو. ثانيا عاوزه اعرف انتي باي مدينه في روسيا بتنصحي البنات بايه اللي عاوشك السفر خاصه مع روسيا، واول سنه تحضيري بشكل عام؟ ما عم شوف انه هالسؤال محرج. شوفوا انا ما بحب اقول انا في اي مدينة حفاظا على خصوصيتي الصراحة، لانه انا عم تصير معي اشياء غريبة، لهيك انا دائما بقولش في مواضيع ما بقولش عليها بشكل صريح. وحتى انه انا لما روحت لروسيا وانتقلت لروسيا اعلنت هالشي الا بعدين، لانه انا صراحة حفاظا على خصوصيتي هالشي نحن بحكي، انا بحب احكي معكم بكل صراحة، يعني مش انه انا خبيت عليكم او انا بحب اخبي او ما بعرفش ايش، عادي انا بنت زي زيكم، ولكن في اشخاص يقدروا يكونوا مهوسين في السوشيال ميديا، فانا ما بحب هالشي، بحب احافظ على خصوصيتي. فسوري ما راح اقول، بس اوعدك اول ما اتخرج واطلع من روسيا خلاص بقول لك. انا بشكل غير مباشر في كثير ناس انا متاكده انهم بيعرفوا انا وين. بنصح البنات انهم يبعدوا عن العرب ثم يبعدوا عن العرب ثم يبعدوا عن العرب ويختلطوا بالاجانب عشان يتعلموا اللغه. ندمتي بدراسه الطب بنص العشرينات؟ واذا اي شو اكثر شيء ندمتي بيه؟ لا صراحه ما بحس حالي انه انا ندمت، وكمان شغله ثانيه بحس حالك انا ما بلشت الطب بنص العشرينات، انا بلشت ببدايه العشرينات بعدين قطعت، بعدين كمان بلشت انا في بدايه العشرينات. واذا اي شو اكثر شيء ندمتي بيه؟ يعني almost بلشت ما بين 23 ل 24 سنة، يعني صراحة ما في أي شيء أنا ندمان عليه to be honest. بفترة العمل هل أعجبتي بدكاترة وكيف كان تصرفك أو تصرفه؟ لا، أنا ما كان الشغل شغل ولا أكتر. هل حبيتي بسن المراهقة وتأيديه؟ لا ما حبيت في سن المراهقة، بل أعجبت، يعني عادي بنعجب، يعني عادي بعجب بممثل نورمال. أنا على فكرة مراهقتي ما إجتش على الحب وهي الأشياء، اجت في اشياء ثانية. بأيده او لا؟ لا ما بأيد حب المراهقة، والسبب لانه حب غير ناضج. اول درس راح تعلميه لبنتك في المستقبل راح اعزز فيها فكرة ان هي بنت مختلفة زي ما ماما كانت بتسوي معي، يعني ماما ربتني على فكرة انه انا بنت كثير مختلفة كثير مميزة، لهيك انا بتشوفوني بأمن هالشي انه انا لازم اسوي شيء كثير كبير في حياتي لانه انا شخص مميز، لانه ماما دايما كانت بتقولي هالشي يعني من لما انا بصغيرة، يعني حتى في يعني اكبر ازماتي في الحياة بتذكر هالشي. بتذكر شي مرة كلمت ماما و يعني وقت انفصالي، وكنت هيك يعني تعبانة نفسيا وعم ببكي وكل شيء، فماما بتقول لي انت اقوى من هيك، انت مختلفة، انت ما بعرفش هالشي، تقويني عرفت. فانا بحب اكون هالدعم هاد لبنتي زي ما ماما بتسوي معي، انه انا بقويها وبحسها ان هي اكثر بنت مختلفة اكثر بنت مميزة في كوكب الارض، وكمان بعلمها على الاستقلالية، يعني كل دروس اللي علمتوني ماما لازم ازرعهم في بنتي، لانه هالشخصية هاي الموجودة فيها بفضل ماما.
لهيك انا دايما بتشوفوني منطلقة وبحس حالي حرفيا بستشعر هالشي في حالي انه انا فعلا مختلفة. لما تجي لطفل من الصغرى وتقوله انت مختلف، انت متفرد، انت ذكي، انت ما في منك، حتى لو كان هالشي مو صح بيصير صح بالنسبة للشخص، لانه بيصير يعني ينبع منه، ما بعرف بس انه هيك. سؤال هاد قديش اجت عليه اسئلة، شوفوا الشاشة. فكثير ناس عم تسألني هل انتي مرتبطة، هل في عندك حبيب، ما بعرفش ايش، كثير كثير كثير. هل فكرتي يوم في علاقة حميمية، هل عندك علاقة حميمية، امتى بتفكري في الزواج، وكل هاي الاسئلة. خليني احكي معكم في كامل الصراحة، انا اصدقائي ماني ضد الحب، بالعكس كثير بحب الحب وكثير بؤمن فيه، ولكن الحب رزق، العلاقات هذه رزق، فأنا لسه رزقي ما إلي بكل بساطة، ولن أقبل بأقل مما أستحق فقط لأكون تايتل مرتبطة. I don't care at all. أنا على فكرة من نوع من الناس اللي ما بهتم بالزواج، يعني إجا والله منيح، ما إجا طز. أنا أهم شيء أنا بالنسبة لي ذاتي وكينونتي وساعاتي، واني اكون سعيدة في كم مراحل حياة ساعتي. فما بعتبر انه الزواج هو الشيء اللي راح يغير لي حياتي او هو مصدر ساعتي، لانه مصدر ساعتي نابع مني انا، انا اللي بتحكم فيه، انا اللي بتحكم هل انا راح اكون تعيسة او سعيدة، مو اني انا والله انا لما بتزوج راح اكون سعيدة. نو انا اللي بتحكم، انا اللي بقرر، انا اللي مسؤولة. او خليني نكون اكثر يعني open معكم، في يوم من الايام انا قررت فيه to lower my standard، هو اخذت فيه خازوء كبير في حياتي، ف I will never ever lower my standard فقط عشان اكون تايتل المرأة المتزوجة. I don't care زي ما حكيت، والله اجا على standard تبعي اهلين وسهلين فيه، ما اجا عاد تستمر له الحياة وكأن شيئا لم يحدث. بيت القصيد لننهي هالشي، ان شاء الله اذا جاني الشخص اللي انا بحبه، اللي بيحترمني، اللي بيقدرني، اللي بيعليني، اللي بيدعمني، اللي بيحبني وبحبه وبهتم فيه وبيهتم فيا يهديني، اهلا وسهلا فيه. اذا ما اجاش، اذا اجا شخص العكس هيك وفقط عشان انا اكون تايتل متزوجة لازمني ارضى، الكلام ده ما يمشيش معايا اختي، لا اهلا ولا سهلا به. زي ما بقولوا احنا بنرحب بس بالشخص الفرفوش اللي فرفشنا، بس النكود اللي نكد علينا عند الماما يا اختي. جاسمين تقول لي علاش ما تلبسيش لباس مستور. جاسمين اي لاف يو بيبي، بس مايند يور بزنس. هاي ايلول، هاي ايلول، اوكي. سبق لك تخليتي على صديقه مقربه لك كثير؟ Of course I did، لأنها خانتني. هالسؤال هذا ضحكني من يسرى، بتقولي تحبي كريم؟ جاوبي بصراحة، لأنه بحسكم تلبقوا كتير لبعض. إنه يا عمر الحلو ما بحبه كريم، he is only my friend، كمان زميل يعني لإلي وكثير كثير بحترمه. أنا عم بحلم ليل نهار. جمانة تقولي ميرا إذا شخص كان معك لسنتين واستغلك وبعدها تخلى عنك لسبب تافه وبعد سنتين ندم وقال بدي أولي لك، شو ردت فعله؟ راح عايز تقولي راجع لقوام سلامات يا هوا على عيني يا ريت، بقوله سكة السلامة يلا بالسلامة رد الباب ورا. احنا يا حبيبتي ما نسيبش الباب موارب، معناها بقى معايا عامين ولد الحرام، استغلني، تخلى عني، السبب تاف، يا ريتو كان سبب، هو سبب وما هوش راجل، خليه سبب تاف، هذا ما هوش راجل برو ماكس، باه؟ وبعدها بسنتين، طبعا يا حبيبتي راح يندم، وقال لي نرجع لك، اش ترجع له؟ اش ترجع له يا اختي؟ تحبني نجيبك من شعرك، نكركرك من شعرك لهنا؟ ترجعلوش، معناها تخلى عليك، هين عليه زعلك، هين عليه بكيك، هين عليه جرحك، وقديش عامين وجاي يرجع لك؟ ده كان زمان يا حبيبي، والله يا اختي تبقي مامكش بنت امك اذا رجعتي له. وليت نحكي بالتونسي، خايني راني بالتونسي راني محارحره مش نورمال. ايت بتقولي وش السبب اللي خلاكي تنفصلي عن الاكس؟ نستعرف انا الاولى لانه نرجسي. تسمعوا في ديك هذا الجيران، قسما بالله بدي اروح اذبحه واسوي به مكرونه، بسوي به احلى باستا، ما بيسكت هيك، ما بيسكت 24 ساعه. نرجع لسؤال ايات، اكسكيوز مي، نرجع لسؤال ايات، شو كنت عم تحكي؟
والله almost يا حبيبتي ما بيبعدش عنك، يعني نفس الشيء. شوف انا مش راح اجي احكي لك والله تفاصيل حياتي وصار هيك يا اختي وصار هيك، يعني عيب. نهايه اخلاق ما بيجي نحكي على اشخاص كانوا معنا باي طريقه كانت، ولكن almost نفس السبب تبعك، يعني ما كان في اي توافق. محمد مجدي يقول لي شو البلد العربي المفضل إلي اللي تتمني تزوري وتصوري فيه؟ اكشلي بحب كل الدول العربية، يعني بدي ازور مصر، بدي ازور المغرب، بدي ازور الاردن، لبنان، سوريا، في كثير 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 دول نفسي ازورها، كمان الكويت، عمان، الجزائر، كثير دول. بس 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 نفسي 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 كثير هاي الايام، يعني كنت ناوية انه هالصيف هذا بروح لمصر بس لم تزبط معنا بحكم انه كل وقتي اخذوا البراكتيكال. بس بتمنى انه تجيني زيارة لمصر حبيبتي يا مصر، انا كثير كثير بحب مصر لانه اصلا بيست فريندز تبعي من مصر. شيماء تعالي، في شيماء هاي عايزة اطرقها بكف. شيماء دايما بتحكي لي بشوفها بتقولي اسنان شو بتعملي لاسنانك اللي بيضلوا بيض مع انك تشربي قهوه كثير؟ شيماء بنقول ما شاء الله، بليز قولي ما شاء الله. خليني افرجيك. شايفه كيف صار شويه صفر؟ ما كانوا اسناني هيك والله من عينك يا شيماء، قسما بالله من عينك طرقتيني عيني يا شيماء، استغفر الله منك يا شيماء. لازم انبه اصحابك منك. رح اسوي قريبا تبييض اسنان وبقلكم على انستغرام تجربتي. حسوي ديتاتراج اللي هو هذاك بينحي الكالكير من الاسنان وبعدين اسوي تبييض، فان شاء الله هاي قبل ما اسافر لروسيا. فكرتوني انا راح اسافر قريبا لروسيا، والله زعلانه اني انا راح ارجع لروسيا، في العاده بكون مبسوطه بدي ارجع ما بعرفش ايش هاي المره. لا الصراحه ابدا ابدا ما حابه ارجع، طيرتي قطعت التيكت قبل امس تقريبا. مريم بتقول لي بليز تجاوبيني، انا احب شخص لمده سنتين فجاه هالشخص هذا اختفى ما عاد يرسل على رسائلي مع انه يشوف الوسائل الرسائل قصدها، شنو الحل يا اختي؟ اختي هذا مخليك معلقه. امان البنات، امان 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 امان، يعيش اختي، يعيشك بيت، يعيش روحي. الكرامه كيف الزاويه؟ اعطيته اتنشن، هلا ليش ترسلي تحكي لي في قصة؟ ليش ليش عطيته انت اتنشن؟ تجوزيه يا اختي، امشي شوفي حياتك، تبعثي له في الرسائل ليش؟ ما رخصك، عصبتيني. علاش تبعث له في الرسائل؟ ماهوش مهتم، ماهوش مهتم. كان جاي مهتم يا عمري ما يختفيش، ما حشوش بيك. عاني نقول هيك، اجا مريم جاي ما يحبكش، ما حشوش بيك، اذهبي، يقول لك روحي روحي عني وانت لاصقه فيها. علاش كل عالك شبيك؟ ار يو عالك بيبي؟ ار شو ار يو شوينغام؟ يو ار نوت شوينغام، يو ار مريم، فهمتني؟ فبي مريم بليز، يا مريم بي مريم، وخليك انسانه عندك كرامه لانك محليك ومزيانه وتستحقي السعاده، وانت احلى من هكا، وانت اكبر من مجرد رساله لا يرد عليها من قبل واحد ما حشوش بيك. اذا هو ما حشوش بيك راهو الف غيره حشتو بيك. علاش تمنع في الحب يجيك؟ علاش تمنعي في رزقك انه يجيك وانت مكبشه في واحد كيما هكا ما خيبش كان من راهتو؟ يعني اكيد هو ما خيبش كان من راهتو، مادهما علقك بيهم بعد مشاكل واحد ساقط هامل ما جحت شيء. يا ربي بتمنى انك فهمتي اللهجه. انا اليوم بحكي كثير تونسي لاني لبست لكم الجبه وقاعده في بيت اهلي، ما بعرف ايش شو الديكور هيك، تحسوها عربي تونسي تقليدي. هذا بنسموه بيت القعاد، هذا صالون تونسي، يعني صالون عربي متبع. مالوقة يا مالوقة على وزن ملصوقة، شبيني ماسطة اليوم يح يح، شربت الحربوشة مأثرة فيا. صفة سلبية بشخصيتك؟ عصبية، كسولة، القائمة لازالت تطول يعني. شنو آخر؟ sometimes متسرع، هو على حسب المود يعني. نسيت، مودي very very مودي يا اختي، المزاج يتبدل كل ثانية، وكمان متناقضة، يعني بقول فكرة وبعد بعد شوي لا بناقض الفكرة اللي قلتها. هيك I'm too crazy والله. كمان باخذ قراراتي في اخر لحظة، لسه لسه في عيوب، استني استني. صفة صفات صفة صفات.
الله يستر عليك. كيف هي اليوم؟ انا فضحت نفسي اكثر من اللازم. لطيفة نوار، محلى زينك يا لطيفة. شو السر اللي خلاك تتغيري؟ بمعنى هل في حدث اثر على حياتك وخلاك تتغير؟ والله كثير اشياء، يعني زي ما حكيت لكم من يعني تحاربت كثير من المجتمع وطلعت من مدينة جدا محافظة وسويت اشياء يعني مختلفة عن الجينيريشن تبعي، فاكيد حربت واكيد يعني تواجهت كثير عقوبات ولا عقبات I'm sorry. وكمان يعني عشت علاقة مع شخص نرجسي، فهالشي اثر كثير على نفسيتي وخلاني صراحة انا ممتنة لهيك شيء، لانه غير لي حياتي للافضل. يعني تخيلوا لو ما صار معي هالشي الكبير ما كنت صحيت هالصحي، عرفتوا؟ سو الحمد لله الحمد لله، انا جدا جدا ممتنة، سواء للاكس سواء للاشياء السيئة اللي مريت فيها في حياتي، لانها خلتني ميرة المرمرة الحلوة الأمورة اللي بتحب نفسها ونفسها اولا، واللي بتشتغل على حالها وكثير طموحة بحسب اختلافها وتفردها. اكسكيوز مي. اخ اليس، انت اليس في بلاد العجائب، لانه لو ما كنت في بلاد العجائب ما بتسأليني هالسؤال هذا. من وين الي كل هالمصاري اللي عم تصرفيها؟ خاتي نصرف من بنك باباك، يصرف علي ابوك، مصاحبت لك ابوك، اخطفت لك باباك، اخطفت لك راجلك، اخطفت لك اخوك، ماني يا اختي نصرف من فلوسي؟ يا اخي ما هيش فلوس حرام، ما مانيش نشتغل ما نعرف في الشارع اصني لراسك، ايش بيك خيتي؟ لا وتقولي المصاري اللي عم تصرف، حسستني مليونيره. يا اختي انا انسانه بسيطه من الطبقه المتوسطه، يعني بسيطه جدا. ولا عم تشوفي اني انا بلبس LV لا جوتشي لا راكبه في برايفت جيت، عادي يا اختي بسافر ايكونوميك كلاس، بسافر مره في السنه، يعني لطارت يعني صي خلاص وصلنا للتوب، سافرت لبلد ثاني غير تونس في الصيف، غير هيك يا اختي مش عم تسوي اي شيء. المصاري اللي عم تصرفيها بصرف في البنك، لا كازا دي بابيل بشتغل معاهم. ما بحب هاي النوعية من الاسئله، يعني كيف تتجرؤوا انكم تسالوا سؤال زي هيك؟ كيف انا بجي لاسال شخص قديش انت عم تصرف مثلا، او من فين الك هاي المصاري هاي؟ ما هو اكيد مش سرقها الواحد، ليش العالم صارت وقحه هيك؟ تجاوزوا عليك يا صديقتنا. دانشات بتقولي في مره كنت مقصره بالمذاكره ودرجاتك كانت وحشه وتبهدلتي عليها. يس يا حبيبتي خليني احكي لك الماضي المؤلم. هاي مره تقريبا اهلي دخلوا اول مره الانترنت لبيتنا، في السمستر الاول جابوا معدله كثير قوي، يعني في السمستر الثاني اللي هو في السمستر الثاني يعني اهلي دخلوا الانترنت وانا 24 ساعه ماسكه الفيسبوك والاغاني تبع الهنود في اليوتيوب، فكنت يعني مدمنه. فبجيب 15، انا بجيب 15، يعني انا من نفسي مش متوقعه من نفسي اني انا جبت 15. استاذي تبع الفيزياء من كل الطلاب كلهم بيسوي لي انا استدعاء ولي، انا سياس انا سووا لي استدعاء، والله عاقله وكيوت ومحلاني، بيقولها شوفي بنتك شو عم بتسوي، كيف هي تجيب معدل زي هيك وهي شاطره وما بعرفش ايش، وشوفي معدلاتها السمستر الاول. هو كان دائما يحكي علي في كل كلاسات، انا اسمي في الورق ويا مامي اوكي، حتى والله من ايام بس قابلت حد من زملائي مهندس درس معي يعني زمان، فبيقول لي البروفيسور هذا الاستاذ هذا قديش انه كان عم يحكي عليك، قال دائما بيجينا في الكلاس ويقول ويا مامي ويا مامي. فالبروفيسور هذا راح فضحني، اول شيء مزبلني مسح بي الارض في الكلاس قدام كل الناس، وبعدين سوى لي استدعاء ولي ومسح بي الارض عند مام، وماما وقفت على طول الانترنت، قالت لي انترنت ياك ياك ياك. بعدها رجعت لنفس المعدل تبعي، يعني رجع لي كثير ورجع لمستواي. يا حسرتي اخ يا حسرتي، كانت ايام قديش بحبه هالاستاذ هاي، اخ يا ليته بلتقي فيه. فياس صارت متبهدلت، والله تبهدلت، لا في طلعة لا في دراسة بس. اوكي ريتاج بتقولي هل فعلا رفع الاثقال يصغر من حجم الثدي؟ يس بيصغر، شوفي الصورة هاي كيف كان شكل صدري، وشوفي هون يعني والحمد لله
الحمد لله يا ربي. انا اصلا من هدف من اهدافي انه كان هالشي بيصير، يعني انه يصار. هديل بتقولي كنت بتخجلي من نفسك قبل ما تتغيري، بسأل بدافع انه حابة اعرف تجربتك مش تقليل ابدا. شو قصدك من اي نوع؟ قصدك على وزني يعني؟ اذا قصدك على وزني انه انا مش فاهمة شو هو التغيير اللي انت شايفتيه. صراحة ما كنت عم بخجل ابدا، بالعكس رح خليني لكم انا عندي ثقة في النفس جدا زايدة. انا لما سمنت في 2019، انا صرت بقرة حلوب في 2019 تقريبا، صار وزني وقتها اكثر وزن صار اصلا وصلت له في حياتي 78. بطلع في المراية وبقول شو هالامر هذا، وبلبس قصير يعني، بلبس لي بقى مش حرمة حالي من حاجة، وشايفة حالي الاور جلاس يعني الاور جلاس شيب، واوعى وشك ما في جمالي اثنين. ومرة في 2020 انا وقتها بعدي بقرة حلوب بالصراحة يعني، ومنزله هيك على الانستغرام انه اكسكيوز مي انا عندي الاور جلاس المثالي، يعني انه رباني هالشي، عرفتوا الاشياء ربانيه. من فين الثقه بالنفس عم جيبها؟ ما عم بعرف انا نفسي، ما عم بعرف. فهلو انا بتطلع على صوري بشوف، راح فرجيكم صوري هون في 2019 انه عن جد بقره، فبقول لحالي انا من فين جايبه كل هالثقه بالنفس؟ يعني عن جد من فين انا جايبه؟ انا شكله والله ماما هاي من كثر ما هيك تعطيني دايما بوزيتيف انرجي، وانتي مختلفة وانتي متفردة، حتى في عز في عز انه شكلي ما بحب اقول لكم، يعني شكلي ما بعرفش ايش، بحس انه انا من النوع اللي بحبني في كل حالات، بحبني وانا نحيف، بحبني وانا بقرب، بحبني وانا بالشكل هذا، بحبني وانا رح اكون ختيارة، بحبني وانا طفلة، انا من النوع هيك سبحان الله. ما بعرف والله يا صديقتي، هي تجربتي بكامل امانة. اصلا والله اخر مرة كنت عم بحكي في الموضوع مع صاحبتي الانتيم المصرية، بتعرفوها هي اسم، بقولها انه انا كيف جايتني هالثقة بالنفس بالطلب، وجماعة الانستغرام يعرفوا هالشي، كنت بنزل صوري وانا بقرة حلوب وبقولهم انه الكيم كارداشيان. او ماي جاد او ماي جاد، وانا بقرة بقرة بقرة، من فين جايبة هالثقة بالنفس؟ ما بعرف. سؤال جريء، شو رأيك بالعلاقات الجنسية بين لي كابل ويزاوت ماريج؟ اذا فقدت عذريتك بالماضي وحان موعد الزواج من شخص جديد هل تخبرينه؟ راح اجاوب على السؤال بالسؤال. انا الصراحة انسانة كثير صريحة وما عندي دبل فيسز، واذا الشخص اللي معي راح يهمه شي زي هيك فانا على طول راح اقله، وراح اقله من بداية العلاقة، من اول ما عرفنا بعض، عشان انا لا اتعشم ولا هو يتعشم، ولا بعدين خدعتيني وهذا نونيني، لا. فانا بقول على طول، لكن كل واحدة وكيف ظروفها الصراحة. بس شو رأيك بالعلاقات الجنسية بين اللي كابل without marriage؟ شوفوا انا ما عارف راح اهاجم على هذا التصريح. اوه شال بسخانة، اشرب مية لانه الموضوع محتاج مية. فيها كوكب الارض هذا كان ما فيش اي دين وما فيش شيء اسمه اله، بحكي هون بمسمى الديانات كلها مو بس دينا احنا العرب، يعني اغلبية العرب. ممكن راح تكون منظومة انا بشوفها منظومة تحتمل الفشل او النجاح بعيدا، يعني لو زي ما حكينا افتراضا انه ما فيش دين، فبحس انها لازم تكون يعني مسطرة. مثلا اذا صار هالشي بين الكابل فلازم ما ينجبوا اطفال، عشان اذا هني فشلوا ككابل الاطفال ما عندهم اي ذنب، عرفتوا؟ لانه دائما بنشوف الطلاق ضحيه الطلاق دائما بيكونوا الاطفال. كمان ما بدنا يعني بارنتس بيكذبوا على بعض فقط مشان الاطفال، يعني هني كمان من حقهم انهم يكونوا سعيدين. فبشوف ان المنظومه هاي حلوه اذا كان في شرطها انه تكون بدون اطفال، والكابل يكونوا فاهمين بعض، يشوفوا هل هما مناسبين لبعض او لا. ولكن في ديننا الاسلام هالشيء زينه يعتبر، انا كمسلمه يعني بعرفش على بقيه الاديان، بس غالبا اعتقد انه كل الاديان انه هالشيء يعتبر زينه. هذا هو رايي، يعني لو ما كانش في دين راح تكون منظومه منيحه بشروط معينه وتحتمل الفشل زي ما بتحتمل النجاح، يعني ممكن هما ينجحوا فهالشيء فبها اذا نجحوا as a couple بعدين ينطلقوا زواج ما بعرفش ايش اطفال، اذا ما نجحوا ككابل فهالشيء منيح فبيصيروا يشوفوا البارتنر تبعهم.
بشرطي انها ما تصيرش لعبه يعني they take it more serious لانه يعني في ناس بتحب تلعب. واذا شفت يعني مثلا شخص او بنت مسويه هالشيء طبعا انا ما خصني I own my business، بهتم بشؤوني الخاصة. جاك كلنا عنا هم ما يتلم. الزو هديل بتقول كاش نهار نصتي وقلتي عليه انا مسلمة بلك الديانات الاخرى هما الصح وبدي تبحثي عن اجوبة واسئلة. يس وهالشي جزء من قصتي اللي انا حكيت لكم عنها. ليه سياسية صارت معي وكنت باش ندخل ونخرج في الحلة كما يقولوا. يس صارت معي بعمر 17 سنة بس كانت صراحة مرحلة جدا صعبة، بس بعدين I calmed down myself واخترت انه يكون ديني دين سلام دين وسطي، خاصة انه انا يعني تابعة للمذهب المالكي، يعني المذهب المالكي اكثر المذاهب اللي هو وسطي جدا، فاخترت الوسطية، اخترت اني انا ما اتعمق كثير عشان ما بعرف، اخترت اني انا ما اتعمق، ما بحب افكر في الموضوع لانه صراحة كانت في كثير 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 جدا تساؤلات في مخي. بتذكر كنت عم اقول انه انا كثير بدافع على يعني انا كثير هيومانيتيريان يعني كثير انسانية، يعني عندي هذاك الشعور الانساني. فبتذكر قريت على سبي النساء وقلت انه في كثير اشياء شفتها في ديني انا الحالي انه ليه هالشيء صار، وما كان في حد عم بيجاوبني جواب مقنع، او في ناس بتقولك انه لا 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 تفكري لانه لما تفكري كثير ما بعرفش ايش. طيب بالعكس الدين is like زي الفلسفه انه لازم بفكر، لازم اصنع نقاط استفهام. بحس انه دائما المشايخ والشيوخ بتقولوا انه لا تفكري بتوصلي للكفر، ليش بوصل للكفر؟ ما يضلش البوينت، ليش انا لازم اوصل للكفر؟ اكيد في اكيد في جواب على سؤالي. فلما وصلت عرفته لهذيك النقطه انه خلاص الباب اتسكر، فكرت اني انا اصير لا دينيه اصلا. بس بعدين عرفت الواحد دائما يمشي بالفطره تبعه. بعدين قررت يعني بعد بحث هيك بسيط قررت اني انا الاسلام، انه انا بكون في الاسلام ولكن اكون لكن ما اتعمق كثير، يعني ما بكون religious. طبعا ما بدي احد يتاثر بالكلام اللي انا عم اقوله تمام، لانه كل واحد فينا وقناعته، كل واحد فينا ومعتقده. هاي بالمختصر البسيط، ممكن احكي لكم القصه كامله في وقت ثاني بس مش على اليوتيوب، على الانستغرام ميبي. قالت لي اخفي لي اسمي. اذا صديقك المقرب سال عن البيريد او كنت مضطره تحكي مش محرج بقدر انه راح يعلمنا طريقه عقلانيه. والله ما فهمت ولا شيء يا اختي، ما فهمتش ولا شيء من سؤالك. بس هل انه عادي؟ اي جس انه قصدها عادي انه تحكي مع صديقك المقرب على البيريود؟ صراحه انا ما بحكيش مع صديقي المقرب عن البيريود، يعني على اساس ايه؟ يعني راجلي هو باش احكي معاه، اخويا مع اخويا والله نحكي، انا عادي، احنا في عائلتنا عادي عنا هالشيء عادي، علموني اخواني انه هالشيء عادي. فبالعكس بروح على اخويا اقول له جيب لي معناها الاولويز عادي جدا ونحكي فيها ونناقش الموضوع، ما عنديش مشكله. الحق متاع ربي انا عائلتي هما اللي عزوا فيها انه البيريد حاجه عاديه، واخي الكبير كان عنده دور في هالشيء، هو اللي عزز فينا هالشيء. بس انه انا بحكي مع صديق المقرب واي ليش؟ على اساس شو؟ انا التيتشر الاحياء راح اعطيه درس في البيريود؟ ما هو درس الدرس هذا ويعرف البيريود، الشباب يعرفوا اكثر منا، يعرفوا كل شيء وخاصه الجيل هذا، فليه بحكي معه؟ I don't like this. انا من وجهه نظري كنت في مكانه ما بحكي صح. والله قلت لكم اني متناقضه، بحكي هالشيء في اليوتيوب قدام كل العالم، وانا دائما في مخي انا لانه الناس ما بعرف الناس اللي متابعني مين، وبشوف في اليوتيوب مجرد ارقام، فبحكي عادي عادي، بس انه مع صديقي المقرب لا، اعذروني على التناقض، بس انا هيك يعني عادي بحكيها في اليوتيوب بس ما بحكيها مع صديقي المقرب. مريم عليبي تقول لي احكي على اكثر علاقه سمت عديتي بها وكيفاش خرجت منها، اللي هو الاكس اللي حكيت عليه. It was too hard لانها اجت مع جدا تراكمات وانفجارات وخيانات وكلها مع بعض، وصدقات وخيان ومشاكل مادية، كله اجا في نفس الوقت عرفتوا. وكانت في قلة بركة بشكل غير طبيعي، فعرفتوا كان كله مع بعضه، فصار لي اكتئاب almost شهر ونص. I was unhappy وكانت غلطي انه انا
يعني عرفتوا لما الناس بكثير ناس بتجيك وبتشكك في نفسك، اه انت لانك انت تتخلي، اه لانه انت مش فارقه معاكي العلاقات وما بعرفش ايش، وانت يعني مفكره حالك الحره في ناس عرفتوا لما يدور بكم ناس توكسيك ويشككوكم في حالكم، فصيروا انتم عن جد بتشكوا في حالكم، فصيروا تتحملوا شيء المفروض انتم ما تتحملوه، انتم تعرفوا انه غلط انكم تتحملوه. فهذا الشيء اللي صار معي، انا تحملت شيء ما كان لازم اني انا اتحمله، كان لازم اوقفه من الاول. كيف خرجت منها؟ والله جددت حبي وعقدي مع ذاتي وحبيت نفسي اكثر وطورت واشتغلت على نفسي الحمد لله، زي ما شايفيني هلا زي الورده. اكسكيوز بالعكس، والله والله جدا ممتنه للاكس. قطعت علينا الكاميرا، ما بعرف شو كنت عم بحكي، تقريبا كنت عم اقول اني انا ممتنه انه مريت بهي التجربه هي، ممتنه لهذا الشخص هاد لانه غير فيه كثير اشياء، يعني بعد التجربه التوكسيك زي كان الشلبوق احنا نقوله بالتونسي، فيقني على روحي، خليني اشتغل اكثر على روحي، اتصالح مع حالي، فكيت التعلق. مش اي تجربه قاسيه هي شيء سيء، رب العالمين يعرف شو بيسوي، بيحط لنا الاشخاص معينه وظروف معينه وتجارب معينه عشان نطلع بافضل نسخه، لانه احنا اللي طلبنا من ربي التغيير، احنا اللي طلبنا منه شيء قوي. فمو دائما العلاقات السامه او الاشخاص الغلط اللي بفوتوا لحياتنا هني وحشين، عادي ممكن انه احنا مجرد ما تفهمنا بس. فكثير مصارحه مع هالشيء، والشخص هذا مسامحته ومحررته مني والحياه حلوه بس نفهمها. ما بعرف شو محلها من الاعراب بس طلعت معي هيك. اخر شيء ممكن اجاوب عليه هلا من عند فاتي عبد، تحشين اسرارك للشخص لولا؟ لا، انا مهما كنت بتعرفني فانت ما بتعرفني، يعني لو ما كنت صديقتي المقربه او صديقي المقرب فانت في اشياء معينه ما راح تعرفها عني، لاني انا بؤمن بالخصوصيه ومو كل شيء ينحكى، مو كل شيء. عين الدوشه وهيك، فلازم انهي الفيديو يا اصدقائي. شكرا لانكم حضرتوا هالفيديو، انا اسفه لاني طولت بالحكي، انا بس احكي خاصه انه انا هيك ملانه ما عندي شيء اسويه في الحياه، فبيطلع مني كثير حكي بفضح حالي بالمختصر البسيط. اسفه للناس اللي ما قدرت اجاوب على اسئلتها، ان شاء الله المره الجايه. واسفه اني انا سويت هالفيديو هذا، انتم تستحقوا محتوى اكثر من هيك، ما تستحقوا اني انا بحكي لكم عن حياتي الشخصيه، تستحقوا فعلا المحتوى. ولكن زي ما حكيت لكم انا فقدت الانسبيريشن، جتني فكره انه انا اعتزل اليوتيوب، فقلت ليش انا ما برجع بهاي الفكره هاي عشان احاول اني انا ارجع مره ثانيه في اليوتيوب وبس هيك.